I'm
من قطار يا باللي جانا من قطار يا باللي جانا من قطار يا هلا باللي جانا من قطار حملت من العام صارت لمطار يا هلا باللي جانا من قطار 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 من قطار يا هلا باللي جانا من قطار هاي من يجون منا من يجون يا هلا بالضيف يلا مش لا يا يا هلا بالضيف يا هلا بالجانب من قطر يا هلا اي من يوصلون هناك من يوصلون هناك يم الهدف يم الهدف يا هلا يا هلا بالضيف يا بيت 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 هلا يا هلا بالضيف يا ولا واحد يرفع ايده خل جابه ما يعرف علي حسني ما يعرف يا هلا وين سيد عباس اعطاك سيب لنا مويه ممنونين شباب استاذ عطار عطار مالك حبيب نزل موبايلك كان مباشر طالع انا مباشر لا هو طالع مباشر واحنا راح نسوي لقاء مباشر طلع لنا عطار شلون الاجواء والله اجواء جميله جدا يعني حقيقه الاجواء جميله جدا بوجود هكذا جمهور وناس واعين يعني يرحبون بالضيف كما رحبوا المنتخب السعودي اليوم نفس دول الشباب اللي هم اصحاب الحمله الاولى نفس ولد جمهور الميناء اللي قاموا بالحمله الاولى بالمباراه المنتخب السعودي هم نفس هؤلاء الشباب يقومون بهذه الحمله انت يعني اغلبنا نعرفهم ونعرف انهم من الجمهور الميناء السفانه واهالي البصره العمل اللي يقومون به انت كاعلامي شو يعني هذول الشباب شنو اللي قاعد يقدمون انا اعتقد هاي اللبنه الاولى لتشجيع النظيف رساله تشجيع النظيف للمشجعين الاخرين بانه هذا التشجيع هذا اللي لابد ان يكون ليس الشتم والسب والتجاوز على الاخرين واللاعبين وايضا بالدوري العراقي مفروض هاي المنتخبات الرساله ان نوجهها الى بقيه المنتخبات جماهير المنتخبات لان كما تعرف البطولات المقبله ان شاء الله اذا راح تكون تصفيات كاس اسيا وتصفيات كاس العالم قد يكون الجمهور الاخر للفرق الاخرى متواجد لذلك لابد الرساله ان تنطلق من المدرجات وانطلقت بالفعل اهل البصره كفوا ووفوا كما كانت يعني في كربلاء دور اذا ما اقول انه نمبر وان فهم مشاركين بشكل او اخر مع الاعلام الاعلام حضوركم يعني حضور مميز جدا اليوم انه اشوف الاعلام ينقل صوره حقيقيه رائعه هاي اعلام الشباب اعلام المواقع الرياضيه دائما اكو بصراحه يعني يحز في قلبي انه هناك من يقلل المواقع الرياضيه بالرغم هم يتهافتون على المواقع الرياضيه جميعهم لكن اليوم المواقع الرياضيه بصراحه المواقع الرياضيه اليوم تؤدي يعني نظر
صورة جميلة عن العراق من خلال نقل الصورة كما هي. البصرة يعني حياة طبيعية جدا والجمهور يشجع، واعتقد انه مباراة الغد مباراة قطر راح تكون مباراة قوية. المنتخب القطري جاي بكامل نجومه ويستعد. المدرب انت سألت المدرب عن اللاعبين اللي يدربهم من الناشئين 2012 عند الهاجري، عند علي عفيفي اللي هو من ابرز لاعبي قطر حاليا، وعند ذكر لاعب ثالث ما يحضرني يعني ايضا. البطوله انت شايف يعني منتخبات المستوى عالي، مستوى عالي. منتخب عربي، منتخب السور. بل انا سالت ستانج خارج الكواليس قال افضل بمساعده طارق الجبان، يعني مساعده، قال افضل جيل مر على الكره السوريه هو هذا الجيل، لان كان قاب قوسين من التاهل الى كاس العالم كما كان بعام 1985 وتاهل العراق على حساب سوريا. قال هذا افضل جيل منتخب سوريا. مهاجمين على مستوى اليوم السومه وصل، الخطيب وصلوا يعني. وثاني شيء ستانج يريد يثبت، لان ستان صار لعشر ايام مع المنتخب، مدرب الازمات. بس انا اعتقد انه منتخب سوريا يعني ومنتخب قطر جايين بقوه الى هذه البطوله. الوفود ايضا، الوفود المرافقه، خاصه الوفد الاعلام القطري، وكم متابعه قويه جدا من الاعلام القطري. اعتقد انه قناه الكاس ستكون ناقله لهذا الحد. اجواء رائعه والله. الما يحضر خسران، ما يحضر خسارة. بصورة عامة يعني شيء جميل، يعني احنا ما نقول كمال، بس احنا يعني الجمهور يعني نوجه رسالة، يعني الجمهور يا ريت يلتزمون بالدخول، يعني بصراحة هم احد عناصر النجاح. شوف عباس، خلينا نكون واضحين، انه في مباراة السعودية فتحوا فقط بوابتين، لو فتحوا البوابة الثالثة كانت تكون سيابية للجمهور، لكن عللوا سبب عدم لعدم وجود امن كافي لتلك البوابة. ولا يعني انت قل، انت التقيت بوزير الشباب قال عدد الحضور 120,000. اي هذا العدد ضخم، ايوه، يحتاج الى جهات امنيه كبيره، لان اعتقد انه، لكن علينا بان ننجح هذه المباراة لأيضا نوصل رسالة أخرى للاتحاد الدولي بأننا لسنا قادرين بل جاهزين لتنظيم بطولات إن شاء الله بالمستقبل مع بعض الملاحظات إن شاء الله. هذا ارشد الساعد ما يخلينا نصور، لا هو نظام، الكل نظام، نظام والكل تمشي. الاخوان مكتب الاعلام المباشر، منتخب القطر انطانا 15 دقيقه، انتهت ال 15، انتهت ال 15 دقيقه نلتقيكم مع المنتخب السوري. شكرا للاخوان بالاعلام الاتحاد اسهر وارشد، خدمتكم احنا، يدفع بينا بالمناسبه، خدمتكم يلا شكرا سيد. يلا اخوان المنتخب السوري، يلا هذا اقطع ان شاء الله.